بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أسفي للتأخير عن الزمن اللي كان مفروض نعمل فيه التسجيل، لكن التأخير كان لأسباب صحية والحمد لله. اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020. المواضيع كثيرة ومشتتة، ولكن سنبدأها من آخر أحداث حصلت بالأمس ثم نرجع للخلف. بالأمس كان هناك حدثان، أحدهما من أقصى اليمين والآخر من أقصى اليسار. الأول من أقصى اليمين كان البيان اللي أصدره أو المقطع الصوتي اللي عمله الكوز علي أحمد كرتي، وطبعا كله كذب وافتراء وكله كلام فارغ بتاع كيزان، لكن كرتي صدق في كلمة واحدة قالها بخاطب الشعب السوداني، قال لهم طبعا انتوا عرفتونا ونحن عرفناكم. وكان في الأسبوع الماضي والقبله هتاف الثوار، هتاف لجان المقاومة، الجوع ولا الكيزان، والهتاف الثاني اليهود ولا الكيزان، كان بمناسبة موضوع التطبيع مع إسرائيل. فأظن يا سيد علي كرتي عرفت الشعب السوداني، عرفك كيف وعرفك في أي مكان. وأنا بقول لك يا علي كرتي انتهى الدرس يا غبي، لأنه خلاص الشعب السوداني يعرفكم زي ما أنت قلتها بالضبط. الشعب السوداني يعرف نوعياتكم، خساستكم ودناءتكم وارتباطكم بأجندة لا تشبه الشعب السوداني. فحقوا تلموا نفسكم وتبقوا محترمين، ولا أظن أنكم ممكن تبقوا محترمين أبدا. الحدث الثاني بيان الحزب الشيوعي، وده من أقصى اليسار اللي صدر مبارح، وفي ناس علقوا عليه قالوا أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. لكن أنا يعني بشبه البيان بتاع الحزب الشيوعي بالانسحاب من قوى الإجماع الوطني والانسحاب من قوى الحرية والتغيير والانضمام للجماهير. ده بالضبط زي اللي قالوا الترابي في سنة 98 عندما قال آن للحركة الإسلامية أن تكون في الحكومة وفي المعارضة. فالحزب الشيوعي تمكن من تجمع المهنيين وساهم في التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة، وساهم في كل المصائب اللي حصلت في خلال السنة ونصف الفاتت من عمر الثورة. الحزب الشيوعي حس لما لقى انه القوة بقت في الشارع، لا في الأحزاب لا في الحرية والتغيير لا في أي حاجة، قال أحسن يلحق نفسه علشان يلقى قسمة كبيرة شوية من الكيكة بتاعت المجلس التشريعي، لأنه هو تحكم في أجهزة الحكومة، تجمع المهنيين بقى عنده بالكامل، فقال يشوف ليه محلة تانية عشان يقدر يأكل فيها. الشيوعيين طبعا ناس مثقفين جدا وناس منظمين وناس يعني بيعرفوا من أين تؤكل الكتف، لكن دائما تفكيرهم بيجي متأخر. يعني أنت من يوم الوثيقة دي توقعت ولقيت إنها وثيقة معيبة، ما تجي حسة دي بعد سنة ونص تعيب لي وتقول لي أنا كنت معترض وتحفظت وقدمت مشروع اقتصادي للحكومة ما أخذت به، وكلمنا وزيرة المالية ما أخذت بكلامنا، وكلمنا ما أعرف. يا جماعة الحزب الشيوعي بالمناسبة الشارع ما محتاج لقيادتكم ولا لقيادة تجمع المهنيين، القوة العاملة على الأرض هي لجان المقاومة، ولجان المقاومة أوعى كثير جدا جدا من إنها تنقاد لحزب أو تنقاد لتجمع أو تنقاد لأي حاجة زي ده. فعودتكم للشارع وعودتكم للقوى الوطنية
عمل جميل وخير وكلنا نثني عليه، لكن لا تتعشموا في قيادة الشارع مرة أخرى. الشارع قيادته أصبحت عند الشباب، فإذا أردت المشاركة مرحب بكم، إذا أردت سرقة الثورة كما سرقها غيركم فبنقول لكم عيدوا التفكير ثاني ألف مرة. الموضوع الثاني المحزن إنه بتطلع علينا الأسفير بتقول الحكومة أو مجلس الخزي والعار مجلس السيادة رصد مبلغ 300,000 دولار لاستقبال الجايين لاتفاقية الخزي والعار، اتفاقية جوبا. الشعب السوداني يا سيد برهان ما لاقي يطبع الكتاب المدرسي، ما لاقي بنزين، ما لاقي رغيف، ما لاقي غاز، ما لاقي مواصلات، ما لاقي أي حاجة، وانت بتستقبل لي ديل ب 300,000 دولار، وبعدين لا تستقبلهم في الخرطوم. ليه ما يمشوا الفاشر، الجنينة، نيالا، زالنجية، كبكابية، يمشوا ينزلوا عند أهلهم هناك عشان تبقى فعلا حركات بتاع الدارفور وجاية عشان تعمر دارفور، وأول ما يوصلوا داير تجهز لهم 100 مليون، وبعد في السنة الأولى لمدة 10 سنين تديهم 750 مليون. عشان شنو؟ انت عارف يا سيد برهان، يعني إذا كنت بتقرأ القرآن وإذا كانت نبوءة أبوك قال لك تحكم السودان في سورة يوسف، لو قريتها وتمعنت فيها السبب بتاع كراهية إخوان يوسف ليوسف وفكروا في قتله وبعدين خففوا الحكم بأنه يلقوه في غيابات الجب، أنه يعقوب نبي الله من الأنبياء الجليلين كان بيفرق في المعاملة بين أبنائه، فأنتوا جايين تفرقوا في المعاملة بين أقاليم السودان. كل الحشد ده في الاتفاقية بتاعت الخزي والعار اللي مشيتوا عملتوها في جوبا، وكل مواردنا لناس بيمثلوا حتى ما بيمثلوا سكان دارفور، حتى مما جو الوفود بتاعتهم جات في الأول المشى دارفور منه، والاتفاقيات اللي قبل كده اللي حصلت في أيام الإنقاذ منو فيهم مشى بنى قطية في دارفور؟ لا، ناس التجاري السيسي بنوا هنا في كافوري. فدي اتفاقية لن تؤدي لسلام إطلاقا. أنا بقول لكم أحسن تشوفوا لكم شغلة غير دي، تعملوا مؤتمر بتاع مائدة مستديرة لكل أهل السودان علشان يقر السلام. أما السلام اللي عملتوه في جوبا ده فده يخصكم براكم. أثرني جدا التصريح بتاع وزير التربية والتعليم بأنه وزارة المالية متقاعسة عن فتح حساب لبنك السودان في بنك النيلين أبو ظبي علشان تتمكن وزارة التربية والتعليم إنها تشتري الورق لطباعة الكتاب المدرسي، بينما وزيرة المالية بتلبي طلبات القصر الجمهوري بدون ما تتلفت. يعني معناها القروش موجودة، لكن إدارة المال العام في يد زيدي ما 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 حتأدي لأي حاجة في صالح الشعب السوداني. إحنا قادرين نطبع الكتاب المدرسي ووزيرة المالية بترصد 300,000 دولار علشان يستقبلوا بها وفد الجماعة جايين من جوبا عشان تنزلهم في الفنادق. فنادق شنو؟ ما تمشوا أهلكم، أمشوا شوفوا الناس في المعسكرات، أمشوا شوفوا الناس اللاجئين، أمشوا شوفوا الحواكير الآلة ما قادرين يرجعوا لها، أمشوا شوفوا القرى اللي اتحرقت، جايين تقعدوا ليه في الخرطوم؟ والله كويس. نمشي للسيد والي الخرطوم، الوجع بتاعنا المستمر. الموضوع اللي كتبته الأستاذة هاجر سليمان الصحفية النابهة عن مشروع إنارة العاصمة المثلثة، مشروع جابه رجل بلجيكي من أصل سوداني، يعني طلع عندنا واحد تاني بلجيكي من أصل سوداني غير الألماني من أصل سوداني ده. مشروع جميل جدا جدا جاي عن طريق هذا الرجل من شركة إيطالية حتنور الخرطوم كلها بالطاقة الشمسية. مشروع بيكلف 15 مليون دولار، حتجي القروش تقعد في بنك السودان وحيبدو يجيبوا المواد بتاعتهم والأعمدة والشرائح الشمسية وينوروا العاصمة.
ولاية الخرطوم ما مطلوب منها تدفع ولا جنيه واحد. الشركة دي بعد ما تنور لك الخرطوم هتستعيد قروشها بشنو؟ الأعمدة بتاعت الإنارة في الخرطوم هيعملوا عليها إعلانات للشركات، هم هيستلموا قروش الإعلانات دي وحيدوا منها 20% لولاية الخرطوم. المشروع ده كان عرض على أخونا الفريق الركن أحمد عبدون عندما كان والي للخرطوم، والرجل درس المشروع وأرسله للجهات الفنية من وزارة الكهرباء وأثنوا عليه ووافقوا عليه وجابوا أرسلوا لمجلس الوزراء أخذ عليه موافقة، والشركة الإيطالية بعد ما جاءت الموافقة خطبتهم قالت لهم جيبوا وفد من 5 أو 6 أفراد ما عارف علشان يشوفوا الموضوع في بتاع الإنارة ده في إيطاليا على الطبيعة، يمشوا لمقر الشركة هناك في إيطاليا ويشوفوا على الطبيعة. وحتى الفريق أحمد عبدون كان حدد أسماء الناس اللي حيمشوا، لكن جاءت جائحة كورونا وكانت عنيفة جدا في إيطاليا فالموضوع تأجل. لما انتهت جائحة كورونا الموضوع تاني رجع للعلن، وكان استلم السيد أيمن خالد نمر فخطبوا الجماعة، قال طنش في الأول مرة مرتين لحد ما السفارة الإيطالية جات كلمته وقالت لي ادينا أسماء الوفد وناش الناس عشان يمشوا، ليه ما خطبتنا وليه ما رديت؟ قال الحقيقة أنا استلمت جديد ولسه ما عارف حاجة الموضوع. الموضوع مدروس وموافق عليه من وزارة الكهرباء وموافق عليه من مجلس الوزراء، وموضوع ما بيكلف الولاية أي حاجة، بالعكس الولاية من قروش الإعلانات اللي حتكون على الأعمدة بتاعت الكهرباء بتاخد 20% على حسب نص الاتفاق. كلام ده كتبته بالتفاصيل الأستاذة هاجر سليمان، وطبعا والي الخرطوم كالعادة أضام من طين وأضام من عجين، لأنه هو ذاته شخصية هزيلة لن تقدم أي شيء لولاية الخرطوم. وهذه إحدى إفرازات المحاصصات. الفساد ما زال مستمر يا أخوانا، الفساد ما كان في الكزام بس، الفساد إحنا اكتشفنا أنه في باقي الأحزاب كلها. والشخص اللي بيرفض مشروع زي ده كل أسبابه أنه ما جاء في عهده هو جاء في العهد اللي قبله، ده زول فاسد، لأنه الفاسد مش هو اللي بيسرق القروش وخطها في جيبه، لا الفاسد اللي برضه بيقف ضد مصلحة الشعب. الموضوع الثاني موضوع شوية يعني برضه هو موضوع أنا بحسبه في موضوعات الفساد. الباخرة أتلانتا، الباخرة أتلانتا دي كان في تعاقد بين حكومة السودان وإحدى الشركات الموردة للبنزين 38,000 طن، طرحتها الوزارة في مناقصة ورست على شركة اسمها شركة إيلاف. شركة إيلاف دي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، رسى العطاء على إيلاف، وحسب التعاملات في النقل البحري تجي الباخرة بيحددوا لها بين 2 و3 تجي ترسى في ميناء بورسودان. لما توصل الباخرة لبورسودان بيدي القبطان بتاع الباخرة اختار للوكيل بتاعه في السودان، الوكيل بيختر الجهة الطالبة. ده كله حصل، الباخرة دخلت بورسودان يوم 31 يناير 2020، أخطر قبطان الباخرة الوكيل، والوكيل أخطر وزارة البترول، ووزارة البترول أدت خبر للميناء على أنه الباخرة تدخل. عادة بيكون في اتفاق على أنه الباخرة بتقف خارج الميناء مثلا 2 أو 3، بعد كده إذا تأخرت بسبب ناس الميناء بتبدأ عليها غرامات، والغرامات دي في اليوم الواحد حوالي 20,000 دولار. الحصل انه بعد ما خلاص وزارة البترول عايزة تدخل الباخرة صدرت تعليمات من مكتب رئيس الوزراء بانه الباخرة دي ما تدخل. ليه يا جماعة الخير؟ الباخرة دي جاية واحنا متعاقدين معاها وحتعمل علينا شروط جزائية وحندفع عنها. تمادى السيد الشيخ خضر في أنه أصدر تعليمات الباخرة دي ما تدخل لأنها
نحن بنعرف إنها تابعة لواحد من النظام البائد، وزارة الطاقة أو وزارة البترول، تنفيذا لتعليمات مكتب رئيس الوزراء، ما أدى التعليمات تانية للميناء إنه الباخرة تدخل. الباخرة وقفت كثير يا جماعة، وقفت من يوم 31 يناير 2020، لم يسمح لها بالدخول إلا في يوم 21 أكتوبر 2020. بلغ مبلغ الغرامة على حكومة السودان لهذه الشركة حوالي 8 مليون دولار. من يتحمل هذا الخطأ يا سيد رئيس الوزراء؟ زمان اتكلمنا عن أن الشيخ خضر رجل فاسد ورجل لا يعرف مصلحة الشعب السوداني، إنما شغال بطريقة نفس التفكير السياسي الضحل للأحزاب السودانية، حزبي وحزبك ومصلحتي ومصلحتك. طالما إنها الباخرة ما تبع لزول شيوعي، معناها تقيف وما تفرغ، وحكومة السودان تتحمل 8 مليون دولار، وأكرر، لشعب ما قادر يطبع الكتاب المدرسي عشان يبدأ السنة الدراسية، شعب ما لاقي بنزين، ما لاقي رغيف، ما لاقي غاز، والسيد الشيخ خضر بيوقف الباخرة خارج الميناء حوالي 9 شهور علشان حكومة السودان تدفع حوالي 8 مليون دولار. أليس هذا بفساد؟ هذا الرجل يستحق أنه يشيروه في هليكوبتر ويمشي يرموه محل ما كانت واقفة الباخرة هناك. يا جماعة نحن حنقعد في الفساد ده لمتين؟ حنقعد في المعاناة دي لمتين؟ الناس اللي ما بيفهموا أي حاجة، ما بيفهموا سين من سياسة، ما بيفهموا ألف من اقتصاد، دي مصالح شخصية ومصالح حزبية ضيقة لا تخدم الشعب السوداني. سبحان الله، لما اتكلمنا عن موضوع شلة المزرعة والمستشار الفاسد ولنا، الدنيا قامت وما قعدت. حسا ردوا لنا يا مجلس الوزراء عن هذا، والمرة الجاية حكلمكم عن واحدة زي دي عملها وزير شؤون رئاسة الوزراء. المهم الموضوع أعلنا وما علينا، وحسا مفروض السيد رئيس الوزراء يرد لنا ليه حكومة السودان تتحمل 8 مليون دولار غرامة بسبب موظف ما بيفهم أي حاجة، قايل نفسه لسه قاعد في سوق السجانة في الدكان بتاع مواد البناء بتاعه. استغفر الله العظيم. الموضوع الثاني والله ما كنت داير اتعرض ليه ابدا، وما كنت داير ارد عليه، لكن شعرت انه الرجل اللي عمل هذا المقطع الصوتي، بالرغم من انه رجل قامة ورجل معروف ورجل يعني مشهود له بالمهنية والحرفية، وهو سعادة الفريق شرطة معاش أحمد المرتضى البكري أبو حرز. يا سعادة الفريق، نحن عندما نتحدث عن الشرطة لا نتحدث عنها انتقاما ولا تقليلا من شأنها ولا إبرازا لعيوبها، إنما نتحدث عنها كالشخص الذي يريد أن يؤدب ابنه أو يرشد أو يوجه التوجيه الصحيح. فأنت ابنك الصغير لما تقول له ده صح وده غلط، ما معناه إنك داير تضره. لما توبخه على إنه عمل حاجة غلط بعد ما كبر شوية، ما معناه إنك أنت بتكرهه. لما تدقه علشان عمل حاجة غلط، ما معناه إنك أنت داير تقتله. فنحن عندما نتحدث عن الشرطة يا سيد الفريق، لا نقصد أبدا أن نقلل من شأنها ولا من تاريخها اللي بلغ عقد من الزمان، قرن من الزمان، لكن نريد الإصلاح ما استطعنا. الحوادث اللي أنا ذكرتها وأنت رديت عليها وقلت لي دي حوادث فردية، دي ما حوادث فردية، دي حوادث بتخص مؤسسة كاملة. وأنت عارف يا سيد الفريق إنه الخير بيخص والشر بيعم. الحادث بتاع غياس عبد الرحمن الفكي، وانت ذكرته وقلت انه من عيلة عريقة في ام درمان واهله ضباط ونات، يا سيدي ده ما حادث عادي، وانت ذاتك في كلامك، لكن
دخلت في حتة كده وسحبت باقي الكلام، معناها أنت استقصيت الحقائق عن الموضوع وعارف أنه العربية بتاعت الشرطة اتضربت الموتر بتاع غياس تابعة لشرطة أمبدة، مع أننا ما ذكرت كلامي ده، لكن أنت ذكرت في أمبدة وسحبتها بسرعة. العربية يا سيدي عربية غير صالحة للسير على الطريق كما يقول أهل المرور، عربية ما مؤمنة لها 4 سنين وما مفحوصة لها 4 سنين، لا عملت فحص دوري لا عملتنا. العربية أرسلها نقيب، ما داير أقول اسمه لكن اسمه عندي، أرسلها نقيب لزوجته في مشوار خاص علشان تمشي تسجل ولدها في المدرسة. جميل؟ يعني العربية ما كانت في مأمورية بتاعت شرطة. الحادث لما حصل اتدخل فيه ضابط برتبة عميد، كويس؟ ولما مشى السائق بتاع السحاب سقوه وخطوه في الحراسة، يبقى ده ما حادث فردي، ده حادث مجموعة من الضباط والعساكر وضباط الصف، ونعم مفروض ينظر فيه على انه ظاهرة ويجب علاجه فورا عشان ما يتكرر. وبعدين يا سيد الفريق، نحن يعني الشرطة اللي انت بتتكلم عنها هذه شرطة زمان قبل 30 يونيو 89، اما الشرطة اللي وقف الزبير محمد صالح قال من هنا تبدأ الشرطة، وكان ده في تخريج الدفعة 60 الشرطة، من هنا أتى خراب الشرطة. وإنت كل الحوادث دي تعلمها، ولكن أنا حبيت أسردها لك علشان يعني ما تتهمنا بأنه نحن ما بنفهم، وأحمد إدريس فاهم أنه المشاكل دي ممكن تتحل في المكتب، دور مكتب ويصدر حكم إيجازي وأعمل انصراف للمكتب. لا يا سيدي، في شاب في عمر الزهور في المستشفى بين الحياة والموت، مشكلته ما بتتحل في المكتب. وبعدين أنا لو أسرد لك مشاكل الشرطة والمخازي اللي دخلت فيها الشرطة من 30 يونيو 89، ما أظنك عندك رد عليها. هل تعلم أن الشرطة في مستشفى السلاح الطبي رفضت تعمل أورنيك 8 للدكتور علي فضل وهو مدقوق مسمار في راسه؟ هل تعلم يا سيدي أن الشرطة وقفت مع الشركة الروسية اللي بتنقب عن نهر النيل وطلع القناص الروسي قتل 2 من الشباب، وبعد كده الشرطة دغمست الموضوع وقفت مع الروس ضد الشعب السوداني؟ هل تعلم يا سيدي الفريق أنه في يوم فض الاعتصام تم صرف ملابس الشرطة للدعم السريع وللشرطة الشعبية والدفاع الشعبي والأمن الطلابي والأمن الشعبي وبغاث الطير والنطيحة وما أكل السبع علشان يقتلوا أولادنا في ميدان الاعتصام؟ دي كلها حوادث فردية. هل تعلم يا سيدي أنه في حادث مقتل الأستاذ الجليل الشهيد أحمد خير طلع علينا مدير شرطة كسلة اللواء ياسين وقال للناس انه مات عشان اكل فول كان فيه زبادي منتهي المدة، بينما اثبت الطب الشرعي انه مدخلين في دبره رحمه الله سيخة؟ تقول ليه حوادث فردية؟ حوادث فردية شنو؟ اتصرف الملابس يوم فضل الاعتصام منه حادث فردي؟ مدير عام الشرطة ومدير الامداد ومدير الشؤون الادارية كلهم كيزان، كلهم كيزان. انت بتتحدث ليه عن شرطة الشرطة اللي انت بتتكلم عنها المهنية العارفة واجبة الكاد بتشتغل بشعار الشرطة في خدمة الشعب انتهت في 30 يونيو 89؟ والله ما كنت عايز ارد عليك لانك انت رجل فاهم ورجل قامة، لكن زي ما قالوا عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ. فيا سيد الفريق انظر إلى الشرطة الموجودة حسة، وأصرف كلامك اللي قلته لأحمد إدريس لناس الشرطة علشان يصلحوا من حالهم. إذا ما انصلحت الشرطة، إذا ما انصلح حال الشرطة، لن ينصلح حال البلد. الشرطة هي صمام الأمان للبلد داخليا، كويس؟ وأتحداك أنه كلمة أتحداك دي ما مفروض تجي، لكن أتحداك تعال أنا وإنت نقف في أي شارع
وقول لي في دورية مرت من هنا 200 عربات الورديات واقفة في المقرن بيلمعوا فيها. ما في لا وجود العسكري بتاع الشرطة والضابط بتاع الشرطة في 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 الشارع. وأنا ما مفروض أقول لك الكلام ده لأنك أنت عارفه أحسن مني. وجوده في الشارع بيدي أمان للمواطن العادي وبيردع من يريد أن يرتكب جريمة. الشرطة في حالة ثبات قاعدة في في الأماكن بتاعتها ما بتتحرك. ورينا رأيك شنو يا سيد الفريق في ضباط الشرطة اللي بتمشي تفتح بلاغ في أي حاجة، بلاغ عام في سرقة رغيف في صب بنزين في أي حاجة، ويقول لك مش دي المدنية دايرينها؟ يا هم دير ضباط الشرطة اللي بتتكلم عنه. أنا هديك مثالين عن سلوك ضباط الشرطة، ونفس السلوك ده حصل مع في ضابط جيش. اللواء شرطة معاش الرجل القامة، الرجل اللي فصلوه من الخدمة في بداية الإنقاذ، أخي وصديقي اللواء شرطة عثمان علي عبد الكريم. تعرف فصلوا لي يا سيد الفريق، وانت بتكون عارف وبتعرف عثمان علي عبد الكريم، فصلوا لي انه لما كان مدير لشرطة الاقليم الاوسط جاء علي عثمان محمد طه وكان زعيم معارضة في البرلمان علشان يلتقي بضباط وضباط صف وجنود الشرطة يبشرهم بالانقلاب، فرفض هذا الرجل وقال له ما عندنا اي إشارة من الداخلية ولا عندنا أي حي ولا عندنا أي تعليمات عشان تقابل الناس، ورفض لعلي عثمان. أول ما قام الانقلاب شالوه برا، الرجل اغترب في السعودية، كان معانا في السعودية ومشى هناك عشان يأكل من كد يده ومن عرق جبينه، واشتغل في شتى المناحي التي فيها خبراته. آخر وظيفة كان شغال مترجم. عثمان علي عبد الكريم يا سيدي من الضباط من ضباط الشرطة اللي بيشار إليهم بالبنان، علم معظم ضباط الشرطة في كلية الشرطة، وكان مدير للمباحث الجنائية، وكان مدير لمكافحة المخدرات، وكان بتستعين به الجامعة العربية للتحضير لمؤتمرات وزراء الداخلية العرب، ومعروف في ألمانيا لدى الدراسات بتاعة البحث الجنائي. بعد ما جاء من السعودية نهائي خلال الشهر الفات ده مشى لناس المغتربين ولناس الشرطة هناك علشان يسهلوا له أموره. اتغابوا فيه العرفة، دفعوه 37 مليون جنيه علشان ياخد أوراقه. دي معاملة الشرطة لقادتها القدام. المثال الثاني اللي عايز اديك ليه الأخ اللواء شرطة معتصم عبد الرحمن الكجم. هذا الرجل في الأسبوع الماضي نزل على صفحته في الفيسبوك، وهو صديقي على الفيسبوك، قصة مؤلمة. عشان أنا بحدثك عن الشرطة اللي أنت بتتكلم عنها إنها جهاز عريق وله قرن من الزمان وما عارف شو. ذهب بزوجته لمستشفى الشرطة لأنه ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، ده مرض معين، والدكتور أمر بتحليل، مشى لمحل التحليل عمل للتحليل ورجع في آخر النهار كانت زي الساعة 3 علشان يستلم نتيجة التحليل. لواء شرطة رجل بتاع بحث جنائي بتاع معامل جنائية، اشتغل في الانتربول، كان مدير الانتربول في يوم من الأيام، يعني خبرة شرطية، يعني رسل لي نموذج من السيرة الذاتية بتاعته في 4 صفحات كلها إنجازات تشرف أي إنسان. دخل وهو قاعد في انتظار النتيجة، دخل ضابط برتبة الرائد، نهر الناس كلهم أطلعوا برا، ما داير زول هنا أطلعوا برا بتاع. هو قاعد طبعا قال يمكن الكلام ده ما بيخصه، جاءه قال لي أنت ما سامعني ما سمعني قلت لك اطلع برا. قال له يا اخي انا اللواء شرطه معاش معتصم عبد الرحمن الكجم. قال له برضو تطلع برا، انتوا المعاشين ديل يا كيزان يا ملكيه، ديل ضباط الشرطه بتاعينك يا سيد الفريق، بيعامل ضابط برتبه لواء شرطه بهذه الطريقه. تيجي تقول لي الشرطه ولها 100 سنة ولا لها إن شاء الله لها 1000 سنة،
إذا كان ضباط الشرطة الموجودين في الخدمة ما بيعرفوا إنه المعاش لا يلغي الرتبة ولا يلغي الخبرة، المعاش يلغي التخصصات فقط. يعني السيد اللواء شرطة معتصم الكجم ما ممكن يمشي يدخل في أي مكتب شرطة ويقعد ويعمل محضر ويفتح محضر ويعمل تحقيق ونادى، خلاص دي اختصاصاته انتهت، لكن رتبته ما انتهت. حقه توجه كلامك للشرطة ولوزير الداخلية علشان يأدبوا ضباطهم الغير مؤدبين. يعني أنا كتبت لأخونا معتصم الكجم إنه الضابط ده طلع من إطار الضبط والربط لعدم الأدب، ما جاي من بيت إطلاقا، ما تربى في بيت، تربى في الشارع. إذا كان ده سلوكه مع ضابط برتبة لواء، نفس الأمر ده حصل عندنا في الجيش من يوسف عبد الفتاح، عملها مع قامة من قامات الجيش، مع مصطفى عثمان حسن الملقب بمصطفى جيش. كان شخصية زي ما نحن بنقول العسكريين شخصية مرعبة. أنا بتذكر إنه مصطفى جيش جابوا لنا في مجلس تحقيق سنة 71 نحن في الكلية الحربية بعد الانقلاب بتاع هاشم العطا، إنت لو قالوا لك حتمشي تقابل مصطفى جيش بتكون شايل هم بترجف لحد ما تقابله. شخصية هيبة كاريزما. قال هو في المعاش شاف يوسف عبد الفتاح لما كان نائب الوالي في أول أيام الإنقاذ الخسيسة، شافه نشيط وبيمشي وبيصلح الصواني وما عارف بينظف الشوارع بتاع، فقال بما إنه هو قائد من قواد هذا الضابط يمر عليه في مكتبه للتحية والمجاملة. مشى ليوسف عبد الفتاح في يوم من الأيام هو جاي الخرطوم لمشوار، مشى الولاية طلع في مكتب يوسف عبد الفتاح سأل السكرتير قال له هو لسه ما جاء لك، تفضل سعادتك لما عرفه بنفسه بيجي حسه وبتاع. قال له لا أنا معلش مستعجل، لكن كلم وقول له فلان الفلاني جاك للتحية والمجاملة. بيحكي رحمة الله عليه اللواء مصطفى جيش وهو نازل في السلم لقى يوسف عبد الفتاح طالع، فنداه يا ابني يا يوسف يا مقدم يوسف يا يوسف يا ابني، ما رد له. فقال الزول ده ما عرفني. رجع يوسف دخل مكتبه وهو دخل وراه، قال له يا يوسف يا ابني التظهر ما عرفتني. قال له عرفتك وما فاضلك، دي الأخلاق اللي جابتها الإنقاذ يا السيد الفريق في الجيش وفي الشرطة، فما تشكل لي الركوبة في الخريف. وما داير أرد لك أكتر من كده لأنه شهادتك مجروحة. أنا لا أنكر عليك غيرتك على الشرطة، المؤسسة اللي تخرجت منها وعملت فيها سنين عددة، لكن حقه تكون منصف وما تقول على الحوادث اللي بتعتبر ظواهر مفروض علاجها تقول لي دي حوادث فردية. في يوم الاثنين الفات يا جماعة كان عندنا ندوة في ميدان الرابطة في شنبات، كانت ندوة عامرة جدا جدا عن المجلس التشريعي الثوري، وكنا في ضيافة إخواننا في شنبات وعلى رأسهم أخونا المناضل الشيخ أحمد الطيب زي العبدين. الندوة كانت جميلة بدرجة عجيبة جدا. أنا شخصيا في نهاية الندوة جو ناس سلموا علي، لما عرفوني بأنفسهم ما قدرت أمسك دموعي، والد الشهيد كشة والد الشهيد عبد العظيم. هذه الثورة ثورة عظيمة نريد أن نصلح بها كل ما أفسدته الإنقاذ في 30 سنة، وسيحدث بإذن الله، والثورة مستمرة وشبابنا واعيين، وموقفهم في الاجتماع مع ياسر عرمان، ياسر عرمان حس عامل لنا جيفارة بتاع السودان، مرة مع الجنوب لحد ما الجنوب اتفصل، وبعدين حس مع عقار يمكن يفصل برضو جنوب النيل الأزرق، وأنا عايز يمشي على دارفور بالله، أمشي مع ناس دارفور ده شوية، وإبراهيم الشيخ ناس يعني تفكيرهم السياسي ضحلي جدا جدا، دارين يخترقوا لجان المقاومة ولجان المقاومة عصية على الاختراق. هذا الشباب الواعي اللي كلما ذهبنا لهم نعطيهم جرعة وعي نأخذ الوعي منهم، وكلما أردنا أن نشحذ هممهم يشحذون هممنا. هذا الشباب كلما رأيته أطمئن على أن السودان سيصل والسودان سيخرج من الحفرة، والثورة مستمرة لن تتوقف، وأبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا. عاش الشعب السوداني الحر الأبي البطل، رحم الله شهداءنا
وعاجل الشفاء للجرحى أهملتهم الحكومة، حتى جاءت وزيرة الصحة المصرية قالت حنعالجهم في مصر على حسابنا. العودة الحميدة للمفقودين إذا وجدوا، والثورة مستمرة ولن تتوقف، الثورة تراجع ولا تتراجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.